بسم الله الرحمن الرحيم، قناة ناصر تنس لتعليم التنس الأرضي تحييكم. احنا عملنا أكتر من فيديو، عملنا 4 فيديوهات تقريبا، وده الخامس اللي احنا شغالين فيه. وصراحة جات لي تعليقات كتيرة وعلقنا عليها مع بعض، وأشكركم على الناس اللي هي بتتواصل معايا من خلال هذه القناة. احنا عايزين ننجح القناة دي يا جماعة بأي طريقة إن شاء الله، لأن مفيش حد عمل حاجة في التنس الأرضي، ولا حد بصراحة بيشرح حاجة للتنس الأرضي. كلنا مهتمين بكرة القدم، وإحنا عايزين نعمل برضو نفس اللعبة دي زيها زي كرة القدم في الوطن العربي بالذات. هي في أوروبا وأمريكا منتشرة جدا على فكرة، إنما هنا في مصر والوطن العربي اللعبة دي ضعيفة جدا. إن شاء الله نشتغل مع بعضينا النهاردة الفولي فور هاند. هنشتغل الفولي فور هاند. الفولي فور هاند زيه زي الفور هاند طبعا، واخد منها بس يبقى فولي. إيه هو الفولي؟ الفولي اللي هو الضربة الطايرة، الضربة التي تؤدى قبل ملامسة الكرة للأرض، ده الفولي ومعروف. طيب ليه ضربة معينة؟ ضربة الفولي في الفور هاند شكلها زي الفور هاند، بس ليه المضرب بيطلع بطريقة بتختلف عن طريقة الفور هاند العادي. أخد بالك؟ طيب أنا برضه عملت لها نقاط من الحتة النظرية، برضه اجتهادات مني، عملت نقاط 10 بحيث تعرفهم قبل نفس الفيديو هتشوف العمل. بس قبل ما تشوف العمل تعالى معايا في النظري نكتبهم مع بعض كده، عشان ما تيجي تطبقهم مع النظري، لما تبص للعملي مع النظري تلاحظ انك لعبت اللعبه وبتمارسها بالظبط. طيب عشان نقدر نشوف الفولي فور هاند بتلعب ازاي، عملنا له 10 نقاط. اول حاجه اكتب معايا: وقفه الاستعداد للفولي الركبتين مسنتين اقصر والمضرب لاعلى. برضه المضرب لاعلى اكثر، وكذا الخطوات اوسع من الاستعداد العادي. الكلام ده مكلكع شويه صح؟ هتشوفه في الملعب، هوريك ازاي الاستعداد للفولي الركبتين مسنيتين ازاي، ونحاول نوريهم لك زي ما اتفقنا مع بعض في الجانب العملي في نفس الفيديو. هوريك اللي مش كلكع ولا حاجه، انت لما تشوفها بالجانب العملي هتقدر تفهم الكلمتين انا قلتهم. طيب بالنسبه للكتف يبدا في الدوران البسيط في الفولي فور هاند، الكتف بيبدا في الدوران البسيط. رقم 3: نقل ثقل الجسم اماما على اليمين، بيبقى متجه للامام. رقم 4: توضع اليسرى امام للتوازن، اللي هي ايه؟ الرجل اليسرى امام للتوازن، بتطلع رجلينا اليسرى زي الفور هاند العادي، بتطلع رجلك. وبرضه هوريك الكابتن بيعملها ازاي، بيطلع وانا هعملها لك ان شاء الله في الملعب. تبص تلاقي المضرب رجل اليسرى طالعه قدام المضرب. رقم 5: مفيش مرجحه اللي هي الباك سوينج، لا يوجد مرجحه خلفيه اللي هي الباك سوينج في الفولي. خلف بخلاف الفور هاند والباك هاند، عندنا في مرجحه خلفيه اللي هو الاكسبريشن بتاع الباك سوينج، دي مش موجوده. يعني المضرب ما بيرجعش لورا في الفولي، في لما اجي اضرب الفور فولي او في الباك فولي. طبعا لسه ما اتكلمناش في الباك، خلينا في الفور. يبقى ما فيش باك سوينج كده بالبلدي، ما فيش باك سوينج في الايه، في الفولي. نمبر 7: المضرب يكون مفتوحا، دايما المضرب مفتوح في الفولي فور هاند. رقم 8: الضربه تكون من اعلى الى اسفل، والريست يكون قويا، يعني ازاي الضربه بتتخطب بقوه، الريست يكون قوي في ضرب الفولي. رقم 8 او رقم 9 مع بعض: لا توجد متابعه للحركه، لا فول ثرو، لا توجد في عندنا متابعه في الفولي بخلاف الفور هاند بيبقى فيه متابعه. بعد الضربه ودي قلتها في رقم 10 دي، بحاول اركز عليها اجتهاديا من عندي. بعد ما بخلص الضربه لازم يعود الجسم لايه؟ لوضع الاستعداد العادي للفولي. وان شاء الله في الملعب هوريكم، لان شرح الفولي هيبان قوي في الجانب العملي. شكرا، هيا بنا الى الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم، قناه ناصر تنس تعليم التنس الارضي تحييكم في الملعب. هنشتغل دلوقتي في الفور هاند فولي. الفور هاند فولي يشبه الفولي العادي اللي احنا بنلعبه زي الكره عادي، لكن دي هتبقى اللعبه دي لعبه طايره. هناخدها وهي نازله قبل ما بتنزل الارض، بنحاول ناخدها من الكابتن وبنخلصها على طول. ازاي يا كابتن؟ شوفوني وانا بعملها. انا طبعا واقفه كأن كلنا واقفين اهو، دي بوزيشن انا نمبر 1 اهو، اروح داخل على الشبكه اهو، الكابتن هيحذف لي الكوره قبل القمع، خلص الفور هاند فولي. يبقى المضرب جاي من فوق اهو، مفتوح من فوق نازل على تحت، عكس الفور هاند العادي بقول من تحت لفوق، لكن الفولي من فوق المضرب مفتوح لتحت، اخلص الكوره. اوكي؟ هاخد كوره دلوقتي واعملها، وبعد كده بقى الزميل كله يعمل الكوره. يلا يا كابتن احمد اسمعك. انا واقف اهو، كابتن احمد يديني كوره اهو. اوكي فوراند، فولي فوراند فولي. اوكي بخلص الكوره بتاعتي. اوكي اوكي يلا جو، ابدا يا كوتش. ها برافو، افتح المضرب. ها برافو، ها افتح مضربي برافو. ها عيني على الكوره، اخلص. ها كابتن اشرف ارفع كورتك. ها ها خش يا سعيد، عيني على الكوره
ها قفل ايدي ها ولا يهمك. يلا يا جميل ها يلا يا رحمه وراك اعمل ايه؟ ارفع مضربي فوق اول رحمه واحده واحده يا كوتش. يلا يا كوتش لا قرب قرب لا قرب شويه يا جميل قرب شويه معلش ها كيف تلعب يلا بسطك يلا يا جميل ها ازاي ها افرد دراعي كده اوكي يلا يا كوتش ها ورقة كمان كرة لو سمحت معلش ارفع كورتك يا رحمة ها يلا يا حاول يا رحمة برافو عليك يا جميل تعالي بقى اجري ورا سوايل يلا يا جميل وهشوفك جميل ها يلا حنين ها برافو ها تعالي من هنا اوكي يلا يا نور ها ها برافو ها كابتن احمد انا عارف المضرب فوق شوية ها خلي المضرب مفتوح دايما المضرب مفتوح ها اوكي ها خش يا خش ها فور برضه لسه تاني ها فور هاند برضه ها هوب برافو ها يلا حمد مضربي فوق ها ارفع المضرب سنه شويه وخليه مفتوح افتح المضرب ها برافو يلا يا كابتن بسرعه ها ها هايلة كابتن سؤال واحده واحده ها افرد ايدك بقى برافو ها يلا يا رحمه كمان مره كده جميله زيك يا رحمه ادي الشمال قدام برافو ها برافو يا رحمه يعني عينك على الكوره تاني اديها كوره تاني كوتش يلا جميل شكرا تعالي لي هنا يلا يا جميل ها بسرعه يلا يا حنين ها برافو ها يلا يا نور ها عينك على الكوره يا نور ها استنى يا كابتن ها ولا يهمك كمان كوره يا كوتش لو سمحت ها اصبر ايدك كده جميل ها برافو ها يلا يا جميل ها قفل ايدي ها عيني على الكوره برافو كابتن اسلام ها برافو كمان مره يا كوتش خش ها بسرعه ها اوكي ها بسرعه ها عشان اخر مره يلا بسرعه ها برافو ها خلي رجلي الشمال قدام ها مضربي مفتوح عيني على الكوره ادي له كوره كمان ها عيني على الكوره ها برافو خش يا كوتش ها بسرعه شويه ها ولا يهمك خلاص ها اللي بعده ها افرد ايدك ولا يهمك عيني على الكوره عشان اظبط ايدي ها يلا يا جميل تاني يا رحمه واحده تاني يا رحمه يا كوتش ها هايله يا رحمه جميله تعالي لي بقى برافو يلا يا حنين بسرعه ها عيني على الكوره ها برافو يلا يا نور كده مضربي مفتوح وفوق برافو ها هايلة خش يا كابتن اخر واحد الكابتن اسلام ها اوكي برافو ها شكرا يا شباب